تتذكرون تعريف التوحيد؟ إمامنا الرضا عرفه لنا: هو الذي أنتم عليه، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. التوحيد هو الذي أنتم عليه، كلماتهم واحدة، غاية الأمر أن التعابير والألفاظ تارة تكون مجملة موجزة، وأخرى تكون مفصلة مبينة بحسب المقام، فلكل مقام مقال. وتلك هي الحكمة التي لا تفارقهم في حال من أحوالهم، هم حكمة الله جل تعالى شأنه وتقدس. حكمة الله أين تتجلى؟ تتجلى في محمد وآل محمد في أتم نشآتها وفي أعلى مراتبها وفي أكمل تجلياتها. التوحيد هو الذي أنتم عليه، هذا هو الجزء 39 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه. إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 49 بعد 200، صفحة 249. إنه الحديث 11 بسنده، إنه نقل الحديث عن بشارة المصطفى بسنده عن صدقة بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن إمامنا الكاظمي، عن أبيه الصادق، عن جده الباقر. إنها أحاديث سلاسل الذهب، والكلام كله من ذهب، إنه الذهب المصفى من شفاه محمد وآل محمد. على أي حال، إمامنا الكاظم يحدثنا عن إمامنا الصادق، عن إمامنا الباقر، وإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصاري. قال: قال رسول الله، وإنما يحدث الباقر عن جابر الأنصاري لأجل أن يصدقه أهل المدينة، ألا سود الله وجوههم. الروايات تخبرنا من أن الباقر حينما كان يحدثهم عن رسول الله كانوا يكذبونه، ولكن حينما أخذ يحدثهم عن جابر الأنصاري قالوا: نعم، فإن جابرا قد أدرك رسول الله. الموازين هي نفس الموازين التي أنشئت عليها حوزة الطوسي. على أي حال، فإمامنا الباقر يحدثنا عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام هنا كلام رسول الله، ماذا يقول سيد الكائنات؟ إني لأرجو لأمتي، إني لأرجو، ما قال إنني للتأكيد، وجاء بإن هنا للتأكيد والتشديد، إني لأرجو، وهذه اللام
للتأكيد أيضا، هذه لام التوكيد. إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن المضمون واحد، المضمون هو هو. البيان الذي تقدم ذكره في مضمون بيعة الغدير المحمدية هو هو هذا بعينه في الحلقات السابقة. رسول الله يقول: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. المضمون هو هو الذي تحدث عنه إمامنا الرضا في حديث سلسلة الذهب، المضمون الذي ذكره لأهل نيسابور، والمضمون الذي ذكره لخاصة شيعته. لأهل نيسابور قال لهم: بشروطها وأنا من شروطها، حينما كان الحديث عن لا إله إلا الله. ولكن حين حدث خاصة شيعته بحديث التوحيد، حين حدثهم عن ولاية علي، فلم يشر إلى شروط ولا إلى شرط، إنه هو هذا الذي نحن عليه، كما قال إمامنا الرضا لسعد بن سعد حين سأله عن التوحيد فقال: هو الذي أنتم عليه. المضامين هي هي، لكن الذي تحدث به إمامنا الرضا كان في مرحلة التأويل، أما هذا الحديث فكان في مرحلة التنزيل، وهو يوحي إلى حقائق التوحيد في مرحلة التأويل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمسمع من جابر الأنصاري: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. حديث في مستوى الأحاديث البرزخية التي مر الحديث عنها ما بين مرحلة التنزيل والتأويل. ما قاله إمامنا الرضا هو صريح في مضمون التوحيد في مرحلة التأويل، إنني أتحدث عما حدث به أشياعه ولاية علي بن أبي طالب حصني، أما حديث لا إله إلا الله فذلك حديث برزخي فيه علامات وبقايا من مرحلة التنزيل. ولذا أضاف الإمام الرضا: بشروطها وأنا من شروطها. أما الحقيقة فكانت في الحديث الثاني. في سورة النبأ وفي الآية 38 بعد البسملة من سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح والملائكة الذين ذكروا في سورة القدر، فإن الملائكة تتنزل والروح فيها في ليلة القدر، تتنزل عليهم، تتنزل على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والروح في تأويلهم مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية. هذا ما هو كلامي، هذا تأويلهم في رواياتهم في أحاديثهم الشريفة. يوم يقوم الروح
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. دققوا النظر في الآية وتدبروا فيها ولو على وجه السرعة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن هناك جموع لا يؤذن لها، وإذا ما تكلمت فإنها لا تتكلم الصواب. قطعا آيات الكتاب لها آفاق، فأنا لا أتحدث عن كل آفاقها، ولكن في أفق من آفاقها هكذا جاء تأويلهم. إنني أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي. هذا هو الجزء الثاني، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 761، الحديث التاسع بسنده عن عبد الله بن حماد عن أبي خالد القماط، ورواية ينقلها صاحب الكتاب عن تفسير ابن الماهيار من روائع تفاسير أهل البيت التي فقدناها، بقيت منها بقايا تنتشر في كتبنا من الكتب التي يتواجد فيها شيء واضح من تفسير ابن الماهيار، هو هذا الكتاب الذي بين يديه، تأويل الآيات الظاهرة. على أي حال، أذهب إلى الرواية بسنده عن عبد الله بن حماد عن أبي خالد القماط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي عليه السلام، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيخلع قول لا إله إلا الله لأن حقيقته ولاية علي. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى: التوحيد هو الذي أنتم عليه. أجمل تعريف وأقصر تعريف للتوحيد. كل هذه المضامين تشير بشكل واضح إلى الركن الرابع من أركان عقيدة التوحيد، إلى الحالة التي سنكون عليها بعد أن تستقر مضامين عقيدتنا بالأركان الثلاثة المتقدمة في عقولنا وقلوبنا. فإذا ما استقرت فإننا قادرون في يوم القيامة أن نعلن التوحيد، وإلا فإن التوحيد سيخلع من قلوبنا. الباقر هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. إمامنا الباقر يحدثنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليهما: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد خلع أو خلع الله
خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي. لا إله إلا الله حصني، ولاية علي بن أبي طالب حصني، إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله. كلامهم نور، حديثهم واحد. ألا لعنة وبيلة على منهج مراجع النجف، ألا لعنة وبيلة على عقائد مراجع النجف، ألا لعنة وبيلة على كتبهم العقائدية والكلامية. أقرأ الرواية مرة ثالثة أخرى عليكم كي تتلمسوا هذه المعاني في عقولكم وفي قلوبكم. نحن نتحدث عن الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، ما ينعكس على ضمائرنا، ما ينعكس على مكنون إدراكنا، ما يمكننا أن نتلمسه من فطرتنا. إنها الفطرة التي يشرق فيها نور علي ساطعا واضحا جليا بينا. الباقر يقول: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا هو الصواب، وهذه هي الحكمة، وهذا هو الحق. يا أبا بصير، هذه الكلمة التي لو أدركنا حقيقتها لذابت قلوبنا معها. يا أبا بصير، الباقر يقول له لما جاء من الكوفة إلى المدينة، والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول، هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف: يا أبا بصير، هل عرفت إمامك؟ فقال: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. فماذا قال له؟ حسبك إذن، حسبك إذن. هذا هو التوحيد، هو الذي أنتم عليه. حسبك إذن، حسبك إذن. إنني أقولها: علي علي علي، هو الأول وهو الأوسط وهو الآخر، وحسبي إذن، حسبي إذن. ليس لي وراء الله، في دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، ينقله لنا علقمة الحضرمي، ولذا عرف بدعاء علقمة. ماذا نخاطبهم؟ ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. إني أقولها: علي علي علي، وحسبي إذن، وحسبي وكفى. نذهب إلى فاصل.